النهارده رايحين فين يا كوب؟ النهارده رايحين البرولس. هنروح بقى البرولس ان شاء الله، يعني ممكن نتغدى سمك، عندهم سمك حلو جدا. وفي كان في اوبشن فطير، فطير وقرايف. فطير وقرايف هناك تحفه تحفه تحفه، مش قادر اقول لك. وزة ده من وهو قد كده شايفين قرايف قد كده، كنت قريب صغير كده بيموت في القرايف. كذر كان يمسك كده القريف كده من رجليه كده ويفضل بالحواجبه كده ويفضل يلف لغايه القريف يصوت. وزة ابدا حكله، يعني حكله كان هو حبيبي ياكل القرايف. يا عم بس قريت جبنه كده صح، يعني اسمه جرين بلازا. ايه الناس بقى حرفتها ان هي بلازا، كان جريم مش جرين. كان جريم، كان جرم يعني. هو عشان كان جرم ان شاء الله فسموه جرين بلازا. كان عايش هنا بقى في القصر ده. وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد، عمال بحكيله واشكيله واشرح واعيد. فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر، خارجة من المية وطلتها اقوى من السحر. لما شفتها قلبي يا عم، لو انا تروح اهم حاجه في السفريات انك تعمل حسابك ان كنت سامع الاغنيه دي، عشان تجيب سويت شيرت زي عقاب كده عشان ما تاخدش برد، ولما تعيا ما تجيش تقول لي. شفنا كان في ناس اللي هم بيقولوا الصيادين ان هي اتدهنت جديد. تحت فين؟ امشي ازاي؟ بص تحت فوق، تنزل على الدوله كده، هنا تحوز وترجع تاني. لا شكر لي ذوقك حبيبي. في بيوت مرسومه زي دول كده، نحاول ندور عليهم، لسه ما وصلناش لحاجة كبيرة. يعني احنا وصلنا له دي الحاجات دي. عجبني القنديل اللي هناك ده، والقنديل ده لا مش حلو. والله حلو، خلاص عادي. الفكرة ان احنا مش عارفين مين عمل كده، يعني فعلا اللي عمل كده ده جامد جدا. شروق سهيله وحسين. سهيله حسين. تصدق انا فكرتهم اثنين سهيله حسين، بس دي طلعت سهيله حسين. ودي السمكه دي. Yeah.
الغدير غني الجمال. لو مشيت على البحر تلقى الجمال زايد جمال، حتى من باريس يا عالم أو جزيرة في اليونان. لو مشي على البحر تلقى الجمال زايد جمال، حتى من باريس يا عالم أو جزيرة في اليونان. فتح بابا للحبايب والقرايب والجيران، فتح بابا بلد البرولس ليا في التاريخ مكان. لكت تاني مرة. طيب احنا هنقول الكلام تاني لان المايك ما كانش متوصل كويس وما سجلش، فاحنا هنحاول نفتكر الكلام تاني. احنا جينا البرولس عشان في بوست كده كنت شفته عن البيوت كانت اتلونت وبتاع، فكلمت معتز وقلت له يلا بينا، شدينا الرحال وجبنا عقاب. جينا على البرولس قابلنا راجل جميل كده اسمه عمو مصطفى، كان في قهوه قعد بقى حكى لنا كل حاجه عن الرسم دوت ومين اللي بيعمل كده وامتى والكلام ده كله. الناس دول مجموعه من ملتقى دكتور ميل، فاكرين اسمه برضو الفيديو اللي فات. المجموعه دي هم على مستوى العالم، يعني مش مصر بس، هم جايين من اليونان وكان فين تاني، جايين من اليونان وجايين من البرازيل، جايين من روسيا، جايين من ايطاليا، الارجنتين. ايفنت بيتعمل يعني ده بيقول لك السنه الرابعه ليه، يعني رابع سنه يتعمل فيه. بيجيبوا الناس من حوالين العالم ومنهم مصر وبيبتدوا يصوروا، يعملوا جرافيتي على البيوت اللي بتطلع على هو حتى مش جرافيتي بس، يعني ده هو اصلا يعني هو بيعتبر الحيطه بتاعت البيت هي لوحه بالنسبه له، ويبدا ان هو يكرييت حاجه كده في دماغه. خلينا نبدا قصه البرولوس من الاول. البرولوس دي لو بصيت عليها من الخريطه من فوق هتلاقي حته ضيقه كده على يمينك البحر الابيض المتوسط، على شمالك بحيره البرولوس. قلنا ان بحيره البرولوس دي كبيره فشخ، حوالي 145,000 فدان. حاليا دلوقتي وصلت 90,000 فدان. طبعا الرقم ده قل، شفت يعني نسبه كبيره جدا، وده بسبب حاجات كتير. حاجات كتير هو قاعد يكلمنا عنها بقى بالتفصيل، زي الصرف الزراعي والصرف على بتاع المسارع الزمكيه، وكل واحد يقول لك فدانين ثلاثه حالتي خدهم، يعني قال له يعني وصل حتى 90,000 فدان، وبرده ده رقم مش قليل، رقم كبير جدا 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 يعني 90,000 فدان. قصه الصرف الصبح، ان برده احكي لنا ان في منظر هنا بيبقى جميل جدا، ان البحيره دي لما بتيجي تصرف الصبح المنظر بيبقى جميل. البحر بيصرف على البحر، يعني البحيره بتصرف على البحر، فبيبقى في ميه مالحه وميه عذبه الاثنين قصاد بعض، يعني فبيبان الكونترست في الميه. وبيقعد الكلام ده يسحب من اول بحيره دخلت البحيره لحد ما يجي ورانا هنا كده، بعد كده بترجع للبايه تاني مالحه. وصف لنا كذا مكان، منهم المكان اللي احنا قاعدين فيه ده، ده اسمه الشط يعني بتاعهم، ده الرمال السوداء اصلا. لا ورانا هنا في الرمال السوداء، وفي المشروع بتاع الرمال السوداء اللي المفروض يتم من فتره يعني وما تمش. البرولس بيقولوا هنا البرولس مش البرولس. كلمنا السعداني، هو حاليا بيحضر برزنتيشن، هو عايز يوريهم هناك في المجر عن مصر، يعني عايز يتكلمهم عن مصر وصور عن مصر المناطق وبتاع، فهنبعت له صور بحيث ان هو يحاول يعمل احسن برزنتيشن عن البلد يعني. لا احنا كنا طلعنا من هنا صح؟ طلعنا كده ومن هنا
بما انك عقاب كنت في ايطاليا يا على مبدا السفر عشان عن الناس الجديده اللي بنقابلوها الله على الاماكن فكره اصلا ان انت بتشوف الغروب من اماكن كتير يعني مثلا ايه دي كانت حاجه لطيفه بصراحه مثلا لما اسكندريه احنا عندنا الشمس بتغرب في البحر لما رحنا السويس الشمس كانت بتشرق من البحر الموضوع كان لطيف يعني دي كانت حاجه جديده ان انا الاقي الشمس طالعه من المايه دي كانت بالنسبه لي حاجه بالنسبه لي ان انا اشوف الشمس طالعه من الجبل ده حاجه جديده برضه عرفنا مثلا النهارده على شغلانه جديده مثلا الناس بتروح تحش خوص وتبيعوه يعني مثلا احنا عمرنا ما عرفنا ان الخوص ده له لازمه اصلا دي برضه حاجه قالك بيعملوا بيه البطيخ بيضللوا بيه على البطيخ بيعملوا بيه صاب بيضللوا بيه على البطيخ كان حاجه جديده فاهم بنقابلوا ناس برضه يعني ناس طيبه برضه انا عجبني جدا يعني عم مصطفى لما استضافنا عنده وقعد يحكي لنا فاهم